عشان تطلعي معانا في اللايف. السنه ديت للموجهه اللي هتطلع معاش بعد كده الحمد لله. ايه اسمه؟ لايف مش لايف. اخر يوم امتحانات للشهاده الاعداديه وفرحه بقى الطلاب وهم خارجين من امتحان العلوم محافظه السويس. تعالوا نشوف بقى اراء الطلبه في الامتحان ايه النهارده ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. النهارده قول لنا بقى كان ايه اخبارك؟ لا كان حلو الصراحه وجميل. سهل ومباشر؟ اه. طب الحمد لله. اه الامتحان كان سهل جدا، ما فيهوش حاجه صعبه ولا سؤال جاي لافف، كله جاي مباشر، الاسئله كلها ما فيش سؤال جاي لافف. الف مبروك الاجازه. الله يخليك. اصعب امتحان بقى في الترم ده كان امتحان ايه؟ دراسات. دراسات كمان. اه. يلا ان شاء الله كله يعدي على خير. ان شاء الله باذن الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هم تعبوا بامانه، ربنا يديهم على قد تعبهم يا رب. يا رب. وفعلا العيال كلها في جميع المدارس طالعه مبسوطه جدا، بقول لك ما فيهوش حتى الشاطر يعني. الحمد لله. الحمد لله. اخبار الامتحان ايه يا بنات ام منونه؟ تحفه الامتحان. ايه وانا قفلت جامد بجد. والله الحمد لله. كل حاجه بس ما فيش فيها اي لف ولا كله كده. الحمد لله. اه الف مبروك الاجابه، عقبال يا رب النتيجه ان شاء الله. تفوق ان شاء الله من حالين. اخبار الامتحان ايه النهارده؟ الحمد لله كويس. ايه سهل مباشر؟ الف مبروك. الحمد لله الطلبة كلهم خارجين ومبسوطين والحمد لله ختامها مصر، ويا رب عقبال النتائج كده بالمجاميع العالية للجميع ان شاء الله، وعقبال الثانوية العامة كده دايما يخرجوا مبسوطين من امتحاناتهم الفترة الجاية بإذن الله، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. اخبار الامتحان ايه النهارده؟ كان جميل بس مش قوي يعني، بس كان حلو. ايه ده انت الوحيد اللي قلت مش قوي بقى؟ عشان يوقف معاك. لا لا هو الحلو ايوه جميل وسهل بس هو تكاك. اه دي بقى للشطار. ايوه ليه هي دي؟ سؤال ده اهو رابع واحده في الليل مصالح. ربع هتبقى ايه؟ عملتها الكليتين وغدد الصماح. لا يا الله هيبقى بقى الاختلاف بقى. هي دي تكلمت على الشطار. دراسات. اه دراسات. والانجليزي. الانجليزي. الانجليزي برضه. ربنا يعديه على خير بقى وان شاء الله. كانوا سهلين، انما باقي المواد كان فيهم يعني اسئله لفه، بس العربي والعلوم كانوا حلوين الحمد لله. والانجليزي كان كل ده على فكره. لا بس كان فيه يعني الانجليزي شويه. الانجليزي كان بيتكرر شويه يعني، هو ده الكابتن اللي هو الطالب اللي هيقفل، بس باقي المواد كانت حلوه. والدراسات كان وحش صراحه، الدراسات دي ما بين الصفوف ده الدراسات ما كانش حلو. هي الشباب اللي في الاعماق خالص يعني، مش كناش مذاكرينها اصلا. يعني احنا ما كناش مركزين عليها قوي، كنا مركزين على الاسئله اللي هي اللي بره، فهم قاموا جابوا لنا من جوه، فما كانش حد متوقعها اساسا. انما باقي المواد كانت حلوه الحمد لله. الحمد لله. العلوم جبت الترمين سهم، العلوم جبت الترمين سهم يعني، مش الترمين الواحد، الترمين اللي فات برضه كان جاي سهم. كان جاي الحمد لله. كله بيشتكي من الامتحانات الدراسات. لا صعبه جدا. فعلا. بامانه والعيال كلها طلعت تعيط. كله كان بيعيط مني بصراحه امتحان الدراسات كان صعب. فعلا. يلا معلش ان شاء الله بقى تفرحوا بالنتائج بتاعتكم العاليه باذن الله. يا رب والله. التاريخ اللي كان صعب. التاريخ اصعب من الجغرافيا؟ معلش العلوم بقى كان حلو اهو، عوضوكم بالعلوم اهو. الحمد لله مبروك الاجازه. علاء اهي.
شتات مدرسه اه بيكتبوا على الشتات عشان انا ايوه عشان ذكرى بقى اه ذكرى بقى مش هندين حاجه اه خلاص خلصتوا بالاعداديه اهو تعبتي على الشتات المدرسه اهي كاتبه لك احلام بحبك احلام ولا ايه احلام اه حبيبتي انا كتبت لها هنا بيبوظوا الشتات المدرسه كل يوم بيكتبوا عليها اهو يلا يا بنتي الحمد لله كلهم مبسوطين وبيضحكوا الحمد لله رب العالمين الامتحان تحفة وكل حاجة حلوة بس اللي مزعلني طبعا ان احنا مش هنشوف بعض تاني واللي هو هنتقابل كل فين وفين وصدفة ان شاء الله يعني ان شاء الله و والعلوم فله اللي عملت تشوف لما وصلتي صحابي بما اننا مش هنشوف بعض تاني طبعا فا يعني قلنا نسيب ذكرى حلوه عن بعض يعني اكيد ان شاء الله بس يعني يا ريت ما حدش ينسى التاني يا جماعه واحنا قضينا 3 سنين حلوين ويا ريت ما حدش ينسى التاني وخلي عندكم دم بقى ايه ده نعم ايه ملك علي عايز اتكلم يلا نشوف تعالوا حياتي المدرسين كلهم اللي وقفوا جنبنا اخر لحظه وكلهم بجد كانوا بيقولوا لنا اسئله فعلا بتيجي في الامتحانات واصحابي هيوحشوني قوي ومستر هاني من اجدع المدرسين وميس حنان علوم مستر هاني بتاع رياضه من اشهر المدرسين وميس حنان علوم من اشهر برضو المدرسين ومستر اشرف بشير طبعا اشهر مدرسين الانجليزي وطبعا صحابي هيوحشوني قوي وشكرا التوفيق يا حبيبتي ان شاء الله عايزه تقولي حاجه؟ اه عايزه اشكر مس اسراء احمد لان هي تقريبا اللي خلتني اوصل ان انا في العلوم بجد شكرا يا مس اسراء عايزه اشكر مستر احمد عبد الرازق بجد شكرا شكرا جدا وعايزه اشكر مس زينب بجد شكرا 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 جدا مدرسه العلوم ومستر احمد مدرسه العربي كل مدرسين السويس بتوع الاعدادي عايزه اشكر مستر خالد عبد العزيز كان بيديني علوم معلمي الفاضل طبعا كان اكتر حد بي 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 يعني كان اكتر حد واقف معانا في موضوع اللي هو الفهم والتركيز وان لو مش فاهمين حاجه بيعيد كذا مره وما كانش بيزهق مننا كان بيحبنا جدا كنا يعني كنا اولاده طبعا فيعني برضو دي حاجه يعني حاجه من الحاجات اللي مزعلاني ان انا مش هشوفه تاني وان شاء الله ان شاء الله اشوف وشكم كلكم على خير والامتحان كان زي العسل بس امتحان الرياضه هو اللي كان كده الجبر الهندسه كان كويس بس الجبر هو اللي ما كانش حلو والدراسات برضو ما كانش حلو خالص بس اهو حلينا ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشوف وشكم كلكم على خير ثانويه عامه نفسي بجد ان شاء الله ثانوي اه انت تنفعي قوي يا مذيع ان شاء الله ان شاء الله مدرسه ايه بقى بعد كده ثانوية دي بتودي شهيدة شادية؟ دي بتودي شهيدة شادية؟ لا انا ما اعرفش بصراحة بتودي على فين بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخش يعني كل واحد فينا يخش اللي هو عايزه اللي نفسه فيه و منك كل كلية ايه؟ بعد كده؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو ما دخلتش هندسة طب ان شاء الله يا ربنا يخليك كل اللي بتتمنوه كلكم يا رب يا رب ان شاء الله ازورك بقى تاني؟ اه يلا يلا تاني يا عيال احلى زغروطة عايزين كريمة السلام عليكم السلام ولينا اخبار الامتحان النهارده ايه لا كان سهل وحلو قوي الحمد لله اصعب مادة كانت ايه كان لا ممكن يقولوا لا مفيش حاجة صعبة الحمد لله مش شايفة حاجة صعبة توفيق ان شاء الله ان شاء الله النتائج يا رب جميع العالية يا رب ان شاء الله
شكرا شكرا. النهارده الامتحان كان حلو، وبحب اشكر مستر احمد عبد الرزاق بتاع العربي ومستر محمد فرغالي بتاع الرياضه، بس كان صعب الرياضه الهندسه. والدراسات كان حلو، وبحب اشكر مستر سيد غزال بتاع الدراسات، وشكرا. شكرا ليكي حبيبتي، بالتوفيق ان شاء الله. وكده خدنا اراء اغلبيه الطلبه اللي طلعوا النهارده محافظه السويس. بشكركم جدا، ودعواتكم بقى ان شاء الله الفتره الجايه لطلبه وطلاب الثانويه العامه، يا رب ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الترند الجديد. الترند الجديد ان اخر سنه بيجيبوا على التيشيرتات وايه اللي على ايدك ده؟ ايه ده؟ دي الحيطه. حيطه بتطلع في الايد. كله كاتب على التيشيرتات وبيودعوا بعض بقى في اخر يوم امتحانات للشهاده الاعداديه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اديتولي؟ لا والله اديتولي دلوقتي.